بقى لما اكلمه. الو، ايوه يا عبد عزيز، انت في المينا؟ احنا واقفين عند البوابه اهو. خد نيلي عايزه تكلمك. انا مش هتاخدي. ايوه يا زيزو، انت كمان وحشتني قوي. احنا مستنيينك. Can't wait to see you. ده مش فرنساوي على فكرة، ده انجليزي. باي. لزج وغبي ومشل ومعصب. بصي يا نيلي، احنا هنركن بعيد عن المخزن وندخل كلنا جوه، وانت تفضلي مع عبد العزيز. ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ تسيبيني مع عبد العزيز ده يعني ايه؟ انت عارفه لو حد عرفه شافني وانا واقفه معاه وافتكرني صاحبته هيبقى شكلي ايه؟ ده اللي همك؟ لا، بقولك ايه، انت لازم تفكي كده، لازم تلهيه عننا عشان ندخل ندور على الفلوس، والا هنلاقيه بينطلنا كل شويه ويشوف احنا بنعمل ايه. لازم تمايني مع الراجل وتديله ريق حلو، وما تسالينيش يعني ايه ريق حلو عشان مش عايزه اقرف. ما انا مش فاهمه يعني ايه اديله ريق حلو. يعني تاخديه على حجرك كده. اخده على حجري ايه؟ حيوانه انت يا ستي، انت فاهمه غلط على فكره. هي مش قصدها اي حاجه عيب، هي تقصد يعني ان ده راجل حياته قاسيه وممله، فانت يعني تتدلعي عليه وتتهاوني وتوري له مثلا حته من الكتف، حته من السمانه، حته من الورد. كتف ايه وسمانه ايه يا قليل الادب؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ دي انسانه محترمه، مش معنى ان ابوها محبوس معنى كده انها تبيع نفسها. ابيع نفسي ايه؟ متخلف انت كمان يا جماعه، انتوا فاهميني غلط على فكره ومكبرين الموضوع. انا قصدي يعني اننا مش عاملين كل دهوت عشان الفلوس. خلاص ما جوش بقى دلوقتي وتعصلكوا. خلاص خلي خطيبتك بقى تبين دبوس والسمانه. ولا مالكش دعوه بخطيبتي ولا بدبوس خطيبتي. وش معنى انا؟ مش معنى تحب بقى اقول لهم بقى مين امبارح اللي كان مبين ورك وصدر ودبوس؟ عم سوبرمان. بس ايه اللي حصل امبارح؟ تخيلي يا نسا نيلي واقف على طرف السرير ومصمم ان هو ينط. مفيش حاجه حصلت امبارح. هتبيع نفسك؟ اكيد مش هبيع نفسي. وما تتوهش، ايه اللي حصل امبارح؟ انا مش بتوه، انت اللي بتتوهي عشان انت عايزه تبيعي نفسك. بس خلاص عبد العزيز جه اسكتوا. حتى مشيته كارثه، شاروخان قوي. وبعدين هو لابس نظاره ليه بالليل؟ عامل ليزك. يا سلام، هتبقي زوجة رجل مهم. يا انت قاعده قدام عشان تبقي اول واحده تشوفيني. شفت بقى؟ طب خشي. انت هتعمل ايه؟ هقعد جنبك عشان ما نزنقش الجماعه ورا. هو عشان ما تزنقش الجماعه ورا هتقعد على رجلي؟ لا يعني انا سفيف، بس خديني جنبك. سفيف ايه؟ هو ميكروباص؟ انا اسف، معرفش انها واخده اتنين قدام. هقعد ورا وعيني عليكي. اوكي خش جوه بس عشان نزل قريبا. ادخل يا سامي. اهلا اهلا. افتح يا ابني. فل عالباشا. بس هنا يا استاذ، بس اتفضلوا. ورا الجهاز العملاق ده هو المخزن اللي بتدوروا عليه. متشكرين قوي يا عبد العزيز، تعبناك معانا. خليك انت بقى هنا عشان تراقبنا الجو لو في حاجه تقول لنا. وانت يا نيلي خليكي هنا مع عبد العزيز عشان تونسيه. طبعا انا تحت امر عبد العزيز. طب يلا يلا بينا احنا. هتبيع نفسك يا نيلي؟ بس بقى بطل. خلاص ما تزبلوش العربيه. اوكي يلا امشي. شريهين خلي بالك على الجاكيت بتاعي، اوعى يحصل له حاجه. هاي زيزو، تحب اونسك هنا ولا اونسك في العربيه؟ والله سؤال محير. اخاف اقولك ونسيني هنا يطلع الونسه في العربيه احلى، اخاف اقولك ونسيني في العربيه يطلع هنا احلى. طب ما تيجي نجيب العربيه هنا وتونسيني هنا في العربيه. انا مش فاهمه منك حاجه، تعالى ترمي هنا. الحلو وقع يا معلم. ممكن تبعد عني شوية؟ يا سلام من عيوني. لا يعني خلي فيه سبيس بيني وبينك، فاهم يعني ايه سبيس؟ أيوة فاهم طبعاً، ما أنا عندي كمبيوتر، سبيس يعني مسطرة. أنا
الكنز بقى في انهي علبه في العلب دول؟ وريني كده هاتي الكونتينر اللي مرسومه في القصه مكتوب عليه رقم 19، يعني الكنز في كونتينر هنا مرسوم عليه رقم 19. لا لا لا، احنا ندور على المكتوب عليه رقم 19. انت غبي؟ ما انا لسه قايل كده، ما تعملش نفسك ذكي، انت غبي. غبي بس عملي، انت عمال بتتكلم بس. يوه، احنا جايين ندور على كنز، يعني مش فاضيين لعب العيال ده. يلا. يا سيف ايه يا عم خضتني؟ انت خضتيني. ممكن تشيل الكشاف ده من على وشك عشان شكلك مرعب قوي. بتخاف؟ بس ما تخوفنيش، ما ترعبنيش، مش ناقص انا. طب بقول لك ايه، لقيت حاجه؟ لا ما لقيتش اي حاجه ولا انا. طب فين هاني؟ مش عارف. هاني هاني انت يا زفت. ايه لقيتوا حاجه؟ لا. وانت؟ لا مفيش حاجه. طب كملوا كملوا. ماشي. بس أنا واخد على خاطري يا بت يا نونة. أولاً أنا مش بت ومش نونة، يعني إيه واخد على خاطري؟ يعني نفسيتي تعبانة. Good for you. خدت والله، خدت good for you وبنادول كوند فلو، ما عملوش حاجة مع نفسيتي اللي تعبت منك. ليه يا زيزو؟ هو إيه اللي حصل؟ ببعت لك طلب صداقة على الفيس وأنت ما تقبليهوش. أنا ما فتحتش فيسبوك من إمبارح، معلش أنا آسفة. لا يبقى افتحي وبصي على الكومباوند بتاعي. أبص على إيه؟ الكومباوند، أنت ما عندكيش كومباوند على الفيس؟ هو اللي على الفيس ده اسمه كومباوند؟ آه معروفة. واللي على انستجرام كومباوند برضو؟ واللي على تويتر. أمال اللي بنسكن فيه اسمه إيه؟ لا ده بلوكات. يبقى بس افتحي الكومباوند هتلاقي صورتي وأنا عامل كده وكاتب عليها أمين الأحزان. ألف سلام عليك. فيصت ولا ايه؟ انا قلبت الدنيا على رقم 19 ده مش لاقيه خالص. يبقى اكيد موجود في مكان تاني او رقم تاني. مستحيل، الرقم اللي موجود في القصه رقم 19. يوه، هو جدي ده غاوي فرهدنا ودايما يفقع مارتنا بفزلكته دي. استنى ايه من واحد فاضي عمال بيكتب في ميكي؟ راجل تافه اصلا. ما تحترم نفسك ياض انت ياه. ما انت لسه شتمة جدك من شويه. ادعي على جدي واكره اللي يقول امين. انا ما قلتش امين، انا قلت انتوا بتقولوا ايه؟ ده انتوا لو ماشيين في سوق الروائي مش هيبقى الحوار كده. يا جماعه احنا بندور على كنز، كنز. شوفوا هنعمل ايه. انا بقول نفتح الكناتر دي ونشوف كل واحد جواه ايه. نفتح هي علب تونه؟ احنا لو قعدنا نفتح الكناتر هنقعد يومين ثلاثه. طيب ممكن اعرف بس هي ايه الكناتر وانا افتحها؟ بس انا مش فاهم يعني عامله ازاي. ياض ما هي الكناتر هي واد، ده كونتر وده كونتر وده كونتر. لا دي كونتينرز. زورز. كونتينرز مش كناتر. ياض كناتر ياض، مالك طاري كده ليه؟ في كناتر زي الكناتر الخيريه. حلو يا سوسو. هاني شريهان تعالوا شقلبوني. نعم. بقول لكم شقلبوني. تشقلبك ده ايه ياض؟ ما تظبط كده. خلاص ما تشقلبنيش، انا عرفت الحل، الحل بالمقلوب. ما فهمناش حاجه يا ابني. سهله وبسيطه، تعالى شقلبك عشان تفهم. تعالى. طب ما تيجي انا شقلبك شقلبه مش هتعرف تتعدل بعدها. انت فهمت ايه؟ مش قصدي على فكره. فهمت اللي في دماغك. لا مش ده اللي في دماغي يا حبيبي. بص انا فاهمك، الكونتينر رقم 61 دوت هو اللي فيه الكنز. مش هتفهم، انت لما تقلب ال 61 دي هتبقى 19، الرقم الموجود في القصه زي كل الغاز ميكي، الحل بالمقلوب. يس 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 يس.
تس. الجو هادي خالص والدنيا قص قص وانا وانت يا حبيبي يا حبيبي ونقوم الليل وبس. الجو هادي زي ما تكبتيهاك بس نديك على وشك وانا وانت يا حبيبي يا حبيبي ونقوم الليل وبس. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ اخش اطمن عليهم. يلا نقصي زيزو. ازيها؟ حبيبي ونقوم الليل وبس وانا وانت يا حبيبي ونقوم الليل وبس. بس مش الدرجة دي. برافو برافو يا هاني. ايوه برافو جدع يا هاني. يلا يلا. لا انا مش قادر ادخل. ليه؟ اصل انا عندي فوبيا من الاماكن المغلقه. بقول لك ايه، مفيش حاجه اسمها صوبيا الاماكن المغلقه، هي صوبيا الرحماني بس. لا في صوبيا في حاجات كتيره تانية حلوه، بس بصراحه مفيش احسن من صوبيا الرحماني. اللي في السيده؟ اللي في السيده بقى. لا وفي تاني واحد تاني في شارع المعز. اه ده عنده حلو. خلصونا بقى في ام اليوم الاهبل ده. يلا يلا انا امسك ايدك ما تخافش. خلي بالك مني عشان انا بخاف جدا من الاماكن المغلقه، لان قبل كده وانا صغير اصلا اتقفل عليا اسانسير وانا وهو بقى، وانا كنت في الاسانسير مش لوحدي بقى، كان معايا ايه بقى، واتقفل علينا كان معايا شنطه سفر. سبحان الله. وانا برضو وانا صغير برضو كنت بلعب استغمايه فاستخبيت في الفرن وهم كانوا مشغلين الفرن ساعتها. بص هنا حتى هتلاقي حرق كده اهو. وريني كده اهو. لا مفيش حرق، في ريحه خميره. ما كانوا عاملين كيك. اقسم بالله لو ما سكتوش لاديكم بالجزمه دي على دماغكم. وانت يا سيكي ميكي انشف شويه. يلا ادخل. حاضر. يلا ما تخافش. يلا. لا يلا ايه؟ يلا خش. لا ما تخافش ما تخافش. واحدة 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 واحدة. يلا يا هاني. ايه؟ تعالى دور في الصندوق ده انا خايفة. حاضر حاضر. الحق. ايه؟ المكان مطرب قوي. ما لازم يبقى مطرب. انت بتقول ايه يا ابن انت؟ شوف كده الصندوق اهو. شو؟ اه فستان الفرح اهو. بس تغسل بس هيبقى كويس. ايه ده؟ ايه؟ لقيتي حاجة؟ مفيش كنز. وفي ده. يلعن ابو كده يا شيخة. ما تلبي نفسك يا ضي انت. لا هو مش قصده، هو كان قصده يقول بس يعني ان جدي كايف قوي. ما تحترم نفسك انت كمان. هو ما يقصدش، هو قصده ان جدك ده ابن. ما بس بقى يا ضي انت وهو. وخلينا اتنايل احل الكلمات المتقاطعة. يا ربي ربنا يسامحك يا جدو. خدت بالك؟ سمعت حاجة؟ اه
ايوه سمعت في حاجة. انا ما سمعتش حاجة. ما انت مخدود ليه؟ انت المخدود على فكرة. ايوه. لا بقى شفت حاجة صح؟ ايوه شفت حاجة، تخيلت بحاجة بتعدي. يبقى بيتهيألك. يبقى ما انت ما شفتش؟ ما شفتش حاجة. انت كذاب على فكرة. مش هنخلص النهاردة. هما الموظفين كده، نيجي نخلص شغلنا يقعدوا يحلوا الكلمات المتقاطعة. لا يا اخويا سبع ايام اجي لها كل عايز الواد ادارة تانية ومش عارف. تعرفي ان احنا فينا حاجات كتير شبه بعض؟ اصل انا كمان مدمن جيمز على المحمول. بتحب ايه بقى جيمز على المحمول؟ بحب العب كل حاجه، يعني الطيور الغاضبه، المزرعه السعيده، كيف تحمي التمساح. مفيش لعبه اسمها كده. ازاي دي مشهوره عندنا؟ يديكي شويه ميه وتقعدي تحفري للتمساح لحد ما يوصل للميه يتشطف بيها. واسمها على الستور كيف تشطف التمساح. ايوه بس بالانجليزي، كيف تشطف اللاكوست. بقولك ايه، انت عمرك صاحبت قبل كده؟ يعني في بنت في العالم حبتك قبل كده؟ بص مني يعني واد امور وشيك، فتلاقي بنات العالم كلهم عليا كده. لا انت شيك قوي بصراحه. ميرسي. عجبك الاصفر؟ تحفه. كنت متاكد، اصل ماشي مع لون شعرك. طب اقول لك حاجه، عارفه كل تقليعات عمرو دياب؟ قول لي بقى انه واخدها منك. لا كنت اقول لك حلوه عادي، انت ليه شايفاني كذاب؟ لا خالص. وانت ما قلتليش انت صاحبتي قبل كده؟ انا صاحبتك كتير جدا. الله، بعشق الست الخاينه. تاخد تشطف التمساح وتسكت شويه حبيبي يا لاكوست. ها يا امي، فهمتي حاجه؟ لا، بس اللي فهمته من الكلمات المتقاطعه دي ان الحل في قصة العقد بتاع الجدة بطة. طيب بتحكي عن ايه بقى القصة بتاعت الجدة بطة دي؟ الجدة بطة دي كان عندها عقد غالي قوي، وفي واحد راجل عايز يشتري منها عشان يديه لمراته في عيد جوازهم. العقد ده ضاع، فضلوا يدوروا عليه كتير قوي، وفي الاخر بقى اكتشفوا ان لوز نايم على العقد في المزرعة. كان عامله مخدة يعني. طيب يا جماعة تمام، احنا نطلع على المزرعة واكيد هنلاقي العقد هناك. نطلع على دي في مدينة البط. طب ايه يعني، هي بعيدة مدينة البط دي؟ بعيدة ايه؟ في الفيوم مدينة البط. ابن الفيوم قريب، احنا نركب من الرماية اي حاجة. بس بقى يا زريف انت وهو، احنا مش فاهمين حاجة، لازم نلاقي حد بيفهم. ما هو يا اما عم بدق يا اما عم عبدالله. يا جماعة استهدوا بالله، انتوا الياس راكبكوا ليه؟ احنا نشوف المجلة العدد ده. فار 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 فار. مين ده؟ يلا يلا نمشي. انا قتلته. لا يلا، انا قتلته، انا قاتل. لا لا انت مش قاتل، ده كان دفاع عن النفس. انا قتلته ده. لا لا ما تخافش، لا مش انت، مش يلا انت. يلا 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 بسرعه يلا. اتحرك اتحرك. هاني استنى هاني. اسمحي لي، بما اننا خدنا على بعض وحبينا بعض، اشرط عليك شوية شروط. اتفضل اشرط. احنا عندنا الستات ما بيشتغلوش، الست هنا لبيتها وجوزها واصحابها. اقسم بالله لو جيت في يوم قلت لي عايز اشتغل لاظبط لك حتة شغلانة. متشكرة قوي. لا على ايه، ما تقلقيش، مصاريفك كلها هتبقى عليا، اكلك وشربك ولبسك، انت بس هيبقى عليكي باقه النت وهدلعك كومبوت. كومبوت؟ انت عارف يا زيزو، انا والله العظيم عمري ما هنساك وعمري ما هنسى اليومين دول. نيلي نيلي يلا يلا. فين الفلوس؟ هفهمك بعدين. فلوس ايه يا جدعان؟ دي فلوس كده استلفتها منها، هديها لما نرجع مصر. يعني هتقطعوا بعض في الغربة عشان قرشينات؟ وانتوا هترجعوا مصر امتى؟ لازم نرجع دلوقتي حالا. ايه اللي حصل؟ ايوه ايوه يلا يا سيف يلا يلا. مش قادر اسوق.
مش عارف اسوق. انا قتلته. ايه ده؟ ايه ده؟ قتلته. ايه ده؟ ايه ده؟ قتلته. قتل مين؟ قتل الوقت يا باشا. اصل انت فاهم الوقت لو ما قتلتوش هيقتلك هو. مش عارف اسوق. خلاص خلاص انا هسوق. انا هسوق. لا ما حدش يسوق عربيتي. هتعرف تسوق؟ مش عارف اسوق. خلاص يبقى تعالى بقى. طيب طيب باي باي بقى يا زيزو. ايه ده؟ هتنتهي قصه الحب العظيمه بسرعه؟ ما عايز بس يعني الحاجه تقابل الحاج. مين الحاجة ومين الحاج؟ الحاج امي تقابل الحاج ابوكي. انت عايز تقابل بابي؟ يا ريت. طيب العنوان ما يتوهش خالص. مجمع ترى سجن المزرعة. ايه ده؟ ابوكي ظابط زميل؟ لا مسجون. ما قلتليش ليه؟ كنت اوصي عليها ابويا. باباك ظابط هناك؟ لا مسجون برضك بس مسيطر. باي. باي. باي عسلية. خفش يا سيف. اهدى اهدى. اهدى. السلامة. بقول لك ايه يا دوس على انهي زرار؟ انت مش عارف تسوق. لا لا عارف عارف. انت مش عارف تسوق. عارف والله عارف. بالراحة عليه. تنسيش تعملي لي متابعة على الانستجرام. البت وقعت. ايه ده؟ وانا مين هيروحني؟ انا بخاف من الجهاز العملاق ده. يا نيلي. يعني مؤاخذة هما حلوا الكلمات وبعدين قالوا القصة؟ مظبوط سعادتك. ودي قصة ايه بقى؟ قصة عقد الجدة بطة. يعني ليلة القبض على بطة. القصة نفسها ايه هي؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. زيد النبي صلاة عليه الصلاة والسلام. كانت الجدة بطة تعيش في مزرعة سعيدة، وكانت تجري وسط المروج والزروع وتسبح في البحيرة الزرقاء. ايه يا أبلة فضيلة؟ انت بتنايب نقطك ألا؟ ايه القصة على طول؟ ما اخذ اقولها. انا اسف سعادتك. اتفضل. جدة بطة دي اصلها كان عندها عقد غالي قوي قوي قوي. كويس. وكان في واحد عايز يشتريه منها عشان يقدمه لمراته هدية في عيد جواز ابوه. حلو. لكن للأسف. خير. للأسف تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن. ايه حصل ايه؟ العقد ضاع. 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 لكن لقوه بعد كده تحت واحد اسمه لوز. تحت ازاي يعني؟ زي ما انت فاهم ساعتك. عقد الجدة بطة غالي قوي. يا ابن الايه يا ميكي؟ يا ابن الايه؟ خلاص هذا ضح محلوله مؤاخذة. خلاص ازاي سعادتك ومحلوله ازاي؟ نروح مؤاخذة الجدة بطة ونجيب منها العقد. ايه ده؟ هو حضرتك تعرف الجدة بطة؟ اعرفها. ايه اللي اعرفها؟ مؤاخذه عز المعرفه. لا بقى معرفش حاجه. متعرفش ازاي بس يا عم بندق؟ ده احنا قلنا انت اللي هتجيب لنا الخلاصه. انا قلت معرفش بقى وما تضغطوش عليا اكتر من كده. انا مش هقول اي حاجه. طب وبعدين ما نروح لبابي يمكن هو يكون عارف احسن. وان شاء الله مش هتعرفوا عشان تبقوا تروحوا بورسعيد وتخشوا عليا كده وايديكوا فاضيه. احنا كنا في ايه ولا ايه يا خالتي؟ طب ده المرحوم الله يرحمه ويبشبش التوبه اللي تحت راسه كان دايما ياخدني قريه النورس، وكان يجيب لنا ام الخلول بالكيلو بالاتنين كيلو، ومنين ما نقعد بقى اشري 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 اشري. انا مش مصدقه ذكرياتك المقرفه دي. دي مش حاجة تفتكريها وتفتخري بيها على فكرة. يا جماعة انتوا بتتكلموا في ايه؟ احنا لازم نعرف اول ميعاد زيارة لعمه عشان نسأله. طب افرضي رحنا وطلع مش عارف حاجة. ما تفوليش في وشنا يا بنت انت واسكتي. انت بتعمل كده ليه يا عم بندق؟ في ايه؟ يا عم انت بتعمل كده ليه؟ اصلي جده ميكي كان يقصد بالجده بطه الاستاذه فاطمه النقراشي. انت موطي صوتك ليه؟ اصله كان متجوزها. متجوزها؟ متجوزها؟ الف مبروك. لا لا ما تشغليش بالك انت بالحاجات دي، خليكي بس مركزه مع شعرك الحلو ده. بقول لك ايه؟ ما تقومي افرجك على الكرتون، على حرب البلابل انت بتحبيه. يلا يا حلوه. خدوا راحتكم بقى. ها يلا يا حبيبتي لحسن يفوتك. يلا كمان متجوزها؟ مش كفايه مدوخنا وراه باللغز بتاعه ده؟ انت
طب ايه حكايه بطه دي؟ دي كانت نزوه في حياته. اصل في حبه ايام كده كان زعلان مع ماما ميمي، قام الست بطه احتوته اتجوزها سنه، كانت احلى سنه في عمره كله. كان مديها بقى العقد ده اللي في البجله هديه بتاعه الشبكه بتاعتها. العقد ده اصله اثري، ده بتاع الاميره فوزيه. طب هو انت عارف هي ساكنه فين بطه دي؟ اه طبعا عارف. كان هنا الجد بطه ساكنه في سيتي ستارز؟ لا، البيت بتاعها كان هنا. يا سلام يا سلام يا اولاد ذكريات. البيت ده كان جميل جدا جدا، وليه جنينه كده كانوا تملي يلعبوا فيها سوا، وفي كشك وكلب، كلب صغير اسمه كان تملي. انا مش فاهم ليه بس بيهدوا البيوت القديمه الجميله دي ويروحوا حاطين مكانها الخرسانه دي. مش ممكن، البلد كلها بقت غابه من الخرسانات. هو انت اخر مره جيت هنا كان امتى يا عم بود؟ من 40 سنه بعد العبور على طول. اوكي، طب نسال مثلا الجيران يمكن يقولوا لنا عنوانها فين. جيران مين يا حبيبتي؟ بيقولك ما جاش من 40 سنه، يعني اصلا ما كانش في مدينه نصر. طب هنلاقي فين الجده بطه دي؟ هو انتوا عاوزين الجده بطه نفسها؟ امال ايه يعني؟ الله، ما تروحوا لها دار المسنين. دار المسنين؟ ايوه، ما قاعده في دار المسنين. ايه ده؟ طب انت ليه ما قلتش من الاول انها في دار المسنين؟ ما انتوا قلتوا عاوزين بيت الجده بطه، جبت لكم بيت الجده بطه. انتوا لو قلتوا عاوزين الجده بطه نفسها كنت جبتكم على طول. بصوا، انا عاوز الاسئله مباشره ومحدده، اجاوب انا على طول. اه، واضح ان مش جده بس هو اللي حابب يلففنا، ده بعت لنا عم بندق كمان عشان يشلنا. طب انت تعرف فين دار المسنين دي؟ ايوه طبعا، ربنا يستر. انت متأكد ان احنا هنلاقي الست اللي اسمها بطة دي هنا ولا ده من تخيلاتك برضو؟ طبعا متأكد، ده انا اللي موصل ست فاطمة هنا في دار الشفا بنفسي. ثانية واحدة، دي دار المنى، ار يو شور؟ واتفر يا بنتي. ايه ده؟ مش ده عم دهب؟ وده ايه اللي جابه ده؟ تعال نشوف. اهلا اهلا اهلا، ازيكم يا بنات؟ ازيك يا عم؟ ازيك يا انكل؟ ازيك يا بندق؟ الحمد لله. ازيك انت يا عم ذهب؟ الله، انت اللي جابك هنا؟ مؤاخذة زيارة يعني. تعرف حد هنا ولا ايه؟ ما انت عارف يا بندق، حبايبي يا مؤاخذة كتير. كنتوا عاملين ايه يا بنات؟ هو مش انت سواق البيجو بتاع اللي وصلنا بوسعيد؟ وانت برضو الجرسون بتاع الباي باي درينك بتاع البنسيون؟ وانت برضو نفس الشخص. اهلا 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 وسهلا، ازي حضرتك؟ هو انتوا تعرفوا بعض اصلا؟ مين؟ عم دهب؟ لا، ده انا لسه بقابله بالصدفه دلوقتي. استاذن انا بقى عشان سايب التاكسي لوحده. استنى، افتح العربيه. مؤاخذه، اصل بسيب مفتاح العربيه معاه عشان اما اجي داخل مثلا مفتاح العربيه يعني ما تبقاش كده يعني. طب ما تسيب مفاتيح العربيه معايا عشان انا مش هستناك في العربيه عشان الدنيا مش شمس. روح الحته اللي مش على مزاجك استناني فيها يلا. طب مش هستناك تحت العربيه عشان الدنيا مش شمس. ما تستناش في اي مصيبه، اتفكر على الله. حاضر يلا. وانتوا جايين تعملوا ايه هنا يا بنات؟ احنا كنا جايين يعني نتفرج على المكان كده عشان لو عجبنا نحجز فيه، لان خالد شريهان حرام كبرت وخرفت قوي. طب هو انا مش كنت قايل لكم برضو اما تكونوا عايزين مؤاخذه اي حاجه تكلموني علشان احلها لكم؟ اه، بس احنا مش عايزين حاجه. بس انتوا لو مؤاخذه تفتحوا لي قلبكم وتقولوا لي على مشاكلكم ايه، انا مؤاخذه احلها لكم على طول. ربنا بيجيب مشاكل يا عم ده. مش القصد مشاكل يا بندق، انا قصدي يعني يكونوا عايزين حاجه، بيدوروا على حاجه، مؤاخذة عايزين يسألوا على حاجة. ما نتحرمش منك يا عمو، يلا بينا بقى عشان نلحق ميعاد الزيارة. زيارة ايه؟ مؤاخذة انتوا مش بتقولوا جايين تشوفوا المكان؟ اه، ما انا اقصد زيارة المكان كده اهو. طب ماشي، هروح انا بقى عشان اشوف اللي مش مستني ده، مش مستني فني ده قبل ما يتوه. انت غبية قوي. اسم الله قوي. هي دي الأوضة يا بنات؟ آه. مدام بطة، آه، ألف مليون سلام عليكي. مالك؟ إيه اللي حصل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا بنات لسه زيتها من 12 سنة، كانت زي الفل، كانت بتاكل صباطة موز لوحدها. لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه اللي حصل لك بس؟ فنان معروف من أربع حروف، بندق.
انت ايه اللي جابك هنا؟ اهلا اهلا اهلا. ازيك؟ اهلا مدام بطه. ازيك يا بندق؟ اهلا اهلا. مين البنات الحلوين دول؟ بناتك؟ لا دول احفاد ميكي بيه. يا حبيبتي يا حبيبتي. دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه، غلبانه قوي دايما تنسى مواعيد الدواء. بندق ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول؟ بناتك؟ لا دول مش بناتي، دول احفاد ميكي بيه. يا حياتي ميكي، عارفين يا بنات جدكو ده كان خلبوس كبير. هي ازاي بتقول على جده بلبوس؟ قالتش بلبوس، قالت خلبوس، بلاش فضايح. ميكي ده اكتر واحد حبيته في ال 12 راجل اللي انا اتجوزتهم. هو فعلا راجل بيتحب، الله يرحمه بقى. الله يرحمه. بندق يا حبيبتي يا حبيبتي. دي مدام ايفون زميلتي بالشفا يا حبيبتي. زميلتي هنا في الاوضه، ها اصلها غلبانه بتنسى دايما مواعيد الدواء. هي مدام ايفون الدكتور كاتب لها الدواء كل 3 دقايق. ما اعرفش ولا شفت رشيتها. بندق ازيك يا بندق؟ مين دول؟ بناتك؟ لا دول احفاد ميكي بيه. ميكي يا حياتي عليه، بس انا زعلانه منه. زعلانه منه ليه بس يا حاج؟ حاجه حجه ايه يا جربوعه انتي؟ مين دي؟ دي 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 جربوعه تبقى حفيده ميكي بيه. قطيعه ما تجيبليش سيرته، الله يكحمه مطرح ما راح. حبيبتي دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه. مش عايزه. لا غلبة. لا بقول لك ايه، لا هتاخدي يعني هتاخدي، ده انت هتاخدي 2 المره دي يا جماعه. دي بتقتلها بتقتلها. كفايه كفايه كفايه. بندق ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول؟ بناتك؟ بناتي أنا وشيرين، وأنا جايبهم هنا عشان يزوروكي. اسمعي بقى، إحنا جايين عشان نسألك سؤال مهم في موضوع مهم جدا. موضوع إيه؟ العقد اللي إداهولك ميكي بيه، فين هو؟ ما أنا قلت لعم دهب، هو ما قالكش؟ لا ما قاليش، إحنا عاوزين نعرف منك أنت بقى. العقد اتبرعت بيه للمتحف. متحف إيه؟ حبيبتي لا ابوس ايدك، سيبي مدام ايفون دي ماتت اساسا، ركزي معانا العقد فين. وانتي مالك انتي ومال العقد؟ يا حراميه يا بيئه يا جربوعه، انتي مالك يا بوليس يا نيابه؟ اصبري بس اصبري بس يا حاجه بطه، ما فيهاش حاجه يا جربوع زي بناتك. انتوا مين انتوا اصلا؟ امشي اطلعوا بره. انا بندق بندق، انا بندق بندق. يا حياتي عليك ازيك؟ بندق كويس، بندق كويس جدا الحمد لله، واحنا مش بناته، احنا احفاد مكاوي اللي هو ميكي الله يرحمه او الله يكحمه اللي انت عايزاه. ميكي بقى اداكي عقد انت حطيتيه في المتحف، متحف ايه؟ طب ما تقولي كده من الاول. متحف المجوهرات الملكيه، ما هو اصلا بتاع الاميره فوزيه. يا حياتي دي مدام ايه؟ حبيبتي حبيبتي افتحي بقك. يلا ايفون ما تغلبيش. بقول لك ايه، الحاجه بطه هتخلي الحاجه ايفون تافور، دي سفت نص الشريط. لا ما تخافيش، احنا بدلنا الدواء بايمان دام. ايفون يلا. دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه، غلبانه قوي بتنسى دايما مواعيد الدواء. انتي مين؟ مبتسمة على ايه؟ هو ازاي عم دهب عرف ان احنا روحنا عند بطة؟ اكيد من الرجل اللي كان معاه اللي انتي قلتي انك شفتيه قبل كده سايق تاكسي. لا مؤاخذة يا هوانم، الشنطة بس عايزين نفتشها. اوكي. لا 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 مش بتتفتح كده، هتبوظها يا متخلف. اهي ايه ده؟ جايبة سندوتشات؟ سندوتشات بس بس. اتفضل. يعني تفتكر يعني عم دهب هو اللي مأجر الراجل ده عشان يتجسس علينا؟ ايوه طبعا، واي نوت. ما تيلا يا عم انت هتاكلها. ثواني بس فيها قنبله، خلي بالك في السوسته. ها بس اوعى تمسح بقى الصور دي. لا معايا مش همسح. انا مبسوط قوي. ليه؟ انت عارف انا بقالي قد ايه ما جيتش المتحف الزراعي ده؟ متحف زراعي ايه؟ هو يا عم المتحف الزراعي ما كله زرع هو ورد اهو. وعشان كله زرع وورد يبقى المتحف الزراعي؟ طب ما في بلاط، يبقى اسمه ايه المتحف البلاطي؟ لا البلاطي دي في الشتاء. يا سلام. امال ده متحف ايه يا عم؟ ده متحف المجوهرات الملكيه. ايوه هو متحف المجوهرات الفلكيه ده، اخر مره جيته كنت في سنه ثانيه ابتدائي وجاي مع المدرسه. يا راجل. انت ما طلعتش رحلات مع المدرسه؟ لا رحت، كنت بروح بنورما حرب اكتوبر والحركه الدوليه مع بعض. ما رحتش مصنع شيبسي؟ رحت، ده كان يوم جامد وادونا كيس شيبسي كبير وقعدت ناكل فيه. ما رحتش مصنع الكراسي؟ ايه ده فين ده؟
لا ابقى اوديه لك انا. ماشي. ايه ده؟ ماشي. حط ال خد منديل اهو بقى. ايه 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 من غير بواب؟ في انت البواب يعني؟ ايوه يا سيدي انا البواب. روح هات لنا سجاير. اروح اجيب لكم سجاير افتشكم الاول. ما يكون معاكم حاجه كده ولا حاجه كده. اتفضل. حاجه كده او كده معادن لانشون او اي حاجه. ليه داخلين ولاد رجب؟ انت لمد قوي. استنى لما افتشك. اهو يا بيه معاك ممنوعات. انت بتزمر. بزمر ده انا مد انتظار. يا بيه لا انت شكلك واكل حاجه فيها معادن. ايوه واكل سبانخ كلها حديد. انت لمد قوي. اتفضل يا اخويا. واحنا نسرق حاجه يعني؟ ما كل اللي بيخش بيقولوا كده وفي الاخر بيسرقوا. مش هنسرق يا اخويا. اتفضل يا حبيبي اتفضل. استنى انت عايز ايه؟ انا ليميت زيه على فكره. طب ما قلتش ليه كده من الاول؟ اديني بقول لك اهو. اتفضل يا استاذ. شكرا. اتفضل. طب اتدخل للمدين عادي؟ اتفضل يا بيه اتفضل. بصي السقف تحفه ازاي. واو. بص بص الله جامد قوي الطقم ده. انا ممكن الاقي مقاسي صح؟ مقاسك يا متخلف. احنا في الشواربي. انا بلبس ميديم عادي. ميديم ايه ده؟ لبس الملك كان بيصلي بيه الجمعه. يا سلام. طب فين الطاقيه البيضه الشبيكه؟ في ملك هيلبس طاقيه شبيكه؟ ما هو لابس جلابيه اهو. طب تعالى اوريك الكوزلوك بقى بتاع الملك. قصدك الكازلك ده؟ لو ملك الكبده. ولا هاني يا شوش بقول لك ايه، مش ده بقى النيش بتاع الملكه؟ اه اصلا يا بنتي كل ده جهاز الملكه. هي الملكة دي بني ادمه يعني كان عندها قايمة مسجلة فيها النيش وكده؟ اه بس كانت سايبة القايمة مع امها. انتوا جاهلين قوي. طب يلا 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 تعالوا نتفرج على طقم السين والاركوبال بتاع الملكة. ايه ده؟ الملكة كانت بتلعب اكروبات؟ اكروبات؟ اه الملكة كانت بتلعب اكروبات، كانت بتشعل على الترابيز، عارف الترابيز؟ اه البنج. بنج ايه؟ الكسبان على الترابيز. انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا متخلفين؟ عايزين نسرق العقد ونمشي. ايه ده؟ هو احنا ما ينفعش نتكلم هنا في المتحف؟ ايوه يعني انا لو جاي تليفون ما ردش؟ طب انا لو لقيت النجفه دي هتقع عليك ما اقولكش حاسب النجفه هتقع عليك. هو ايه اللي وحضرتك بتربي فراخ؟ ما تصوريش ما تصوريش. طب بقولك ايه، هو العقد بتاع الاميره فوزيه هنا؟ امال فين؟ ايه ده انت فهمت اللغه بتاعته؟ لا ده انت قويه جدا. طب كفايه بقى لحسن هيسرقوا منك اللغه كده هيلقطوها. جايز العقد ده حلو بس. بسم الله ما شاء الله شكله غالي قوي. ده كله خارج النجف. مش ده بتاع الاستاذ فريد شوقي اللي لقاه في الكتاب ولبسه واختفى وبقى يمشي مختفي؟ مثلا تلاقي سجاره كده ماشيه لوحديها تقوم مديه واحد على قفاه، يقوم الواحد ده باصص وراه يلاقي واحد تاني يقوم ضربه على قفاه تقوم الحفله تبوظ. لا 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 يا سيف، استاذ فريد شوقي كان بيستخدم العقد في الخير. ايوه عشان التعويذه ما تبص. مظبوط، احنا كمان هنستخدمه في الخير. تخافش يا عم مش هصح العقد. وضحكت عليك. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ الراجل ده هيفضل واقف لنا كده مش هنعرف ناخد العقد. خلاص نقتله. لا مش هقتل تاني. لما بقتل ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق. يا سيف بس بصوا، انتوا دلوقتي تطلعوا بره اعملوا اي سين، اعملوا خناقه، اعملوا دوشه عشان الناس تيجي وراكوا. عارفين في الافلام لما بيكون المجرم عايز يخلي البوليس يروح في حته تانيه فيرمي طوبه يمين والناس تروح شمال؟ عارفين يعني عايزين نحدف طوب. شريهان انت فهماني، خطيبك بجد غبي قوي. فاهمه فاهمه. اوكي انتوا اطلعوا وانا وسيف هنسرق العقد. انا مش هسرق حاجه. خلاص يا سيف انا اللي هسرق. يلا اطلعوا. ما تسرقي ازاي يعني والناس اللي واقفه ورانا يا متخلف؟ ما تظلمنيش يا هاني. ربنا كشفك يا هانم، بعتني في الوقت المناسب في المتحف المناسب علشان اكشف خيانتك. استر عليا يا هاني. ابدا، هفضحك قدام الناس كلها والتاريخ هيشهد عليكي. الدوشه دي الصوت اللي بره ده اكيد في مصيبه بره. ده انتوا كلكم هتروحوا في ضيقه كده. انت عاشقها يا كلب، كمان بتحلف كذب.
اسرق العقد. انا مش هينفع اسرق سيف عشان خاطري اسرق. حاضر. ايديا بتقف بتتشل لما باجي عند العقد مش قادر اسرق. خلاص روح على الواد وروح. هو ده اللي انا حبيته. كفايه ان هو صغير وكبير في نفس الوقت ولونه برتقاني وانت لونك ابيض عادي. طول عمرك بتحب الالوان عشان كده بتحب الرجل الاخضر. مستنياه لما يستوي يبقى برتقاني. يا هاني انت السبب يا هاني. انت بتتفرج عليا؟ راقب الناس. مفيش حد. اوكي watch and learn. يا نهار اسود الامن جاي. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ يلا معانا. personne ne me touche. je ne comprends pas pourquoi vous me parlez comme ça. je ne suis pas égyptienne, je suis française. نعم. Je ne connais même pas cet imbécile. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Il sait que tu n'existais pas. انت عملت مش شانزليزيا عشان لابسة برنيطة؟ انا كمان مش مصري لكن اخاب مصري كتير. وخيات الحسين اسمعوني. انا كوستا. كوستا اليوناني. رين تليليلين تلين. انا كوستا اسمعوني. انا عايز الكونسول بتاعي. أنا كوستا اليوناني. يا نهار أسود.